مرة تانية أهلا بيكم، لسه معاكم في الطريق الثالث ومعانا حلقة أقدر أقول هي كوكتيل. كوكتيل إنساني في المقام الأول، كوكتيل صحي في المقام الثاني، كوكتيل زراعي في المقام الثالث. لذلك هي جامعة وبتشمل أكتر من جزئية. في الحقيقة ناس كتير جدا بتقول لما تبقى في مكان أنا هشرب شاي أخضر. ليه هتشرب شاي أخضر؟ أقول لك أصل أنا بخسس. يا ترى هي مهمة أو مهمة الشاي الأخضر فقط التخسيس؟ ولو بيخسس بيخسس إزاي؟ طب إيه الفرق بين الشاي الأخضر والشاي الأحمر أو الشاي العادي التقليدي؟ طب يا ترى الشاي الأخضر ممكن يكون له استخدامات تانية ممكن إحنا نكون بنختزلها فقط في موضوع التخسيس، ولا ممكن يكون في مهام صحية وعلاجية بيغفل عنها البعض؟ خليني أرحب بضيوفي النهاردة في الاستوديو اللي هيطرحوا معانا مبادرة هامة جدا تهم ناس كتير جدا. خلوني أرحب بضيفي، وهو ليس بضيف بل بالعكس ممكن أكون أنا في ضيافته، وهو الدكتور عادل عبد العال رائد الطب البديل والخبير العالمي في هذا المجال. دكتور عادل أهلا بيك. يا أهلا وسهلا أستاذ هادي، وحشتنا أولا يعني. الله يبارك فيك، إزي صحتك؟ الحمد لله على السلامة يا فندم. من يعني طبعا جولاتك العالمية كتير أنا عارف. الله يخليك. ارحب ايضا بضيفي العزيز من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، وهو الاستاذ محمد العزيفي، وهو خليني اقول له تايتلين النهارده هنعرفه بيهم، هو مزارع وصاحب مزارع، وايضا هو نائب مدير معهد الامل للصوم. اهلا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ هاني، الله يحييك. سعيد في لقائك انت الدكتور عادل، وفي بلدي الحمد لله بين اهلي وناسي. يا اهلا بيك، منورنا طبعا. الله يسعدك. خليني انا هبدا مع دكتور عادل، هو اللي هيعرفنا اكتر بمبادره النهارده وبضيف النهارده هيقول لنا هو عامل المبادره ليه. دكتور عادل اتفضل. والحقيقه طبعا اول ما تعرفت بالاستاذ محمد العتيبه عن طريق مبادره، لقيته بيتكلم عن مبادره للشاي الاخضر. الحقيقة طبعا الفكرة بتاعت مبادرة الشاي الأخضر دي كانت فكرة بالنسبة لي غريبة، يعني لأن أنا عارف إن الشاي ده سلعة استراتيجية، يعني مش أي حد يزرع شاي أخضر. فقال لي أنا عندي رسالة، الرسالة دي عاوز أنشر الشاي الأخضر في كل العالم. ليه يا عم؟ فقال لي قصة الصراحة وجعت قلبي، يعني لحد النهاردة كل ما بسمعها بتوجع قلبي. يعني هو هيحكيها بقى بنفسه. هو وابنه عبد الله الله يرحمه جاب 3 شتلات. هحكي لك قصتها دي. الثلاث شتلات دول وزع منهم 70,000 شتلة مجانا لوجه الله على معظم الاماكن. هيقول لك بقى هو عنها ايه. طب نكمل بحضرتك بقى استاذ محمد، احكي لنا ايه القصه وبدايه المبادره وايه علاقه عبد الله ابن حضرتك رحمه الله عليه طبعا بهذه المبادره. أول شيء هذه المبادرة أطلقتها بعد وفاة عبد الله رحمة الله عليه، الحمد لله على كل حال. الشاي الأخضر جبته من عند أحد الأصدقاء من الكويت، المزارع مبارك العويني. جبت 3 شتلات، يعني 3 أعواد فقط، زرعهم معي ابني عبد الله رحمة الله عليه. بعد شهر ونص عبد الله توفى رحمة الله عليه في حادث، هو 3 من أبناء عمه اللي هم الأخوين عبد الرحمن سعود ومحمد سعود رحمه الله عليهم طبعا، ومعاذ محمد رحمه الله عليهم جميعا. فحبيت اني اقدم هذا العمل لوجه الله لهم وعن والدي وعن كل من يسعى معايا في هذا العمل. فاطلقت المبادره الحمد لله، وزعت في جميع مناطق المملكه، كل منطقه اروح فيها اخلي فيها 2 أو 3 مبادرين. مثلا زي بيني وبين الرياض 800 كيلو تقريبا، اخلي مثلا فلان سين من الناس وسين يوزع للناس، يتصل على فلان من الرياض، اتصل على فلان ادمي. فانطلقت من السعودية اتجهت لدول الخليج، غطيت جميع دول الخليج الحمد لله. انطلقت العام الماضي إلى جمهورية مصر العربية كأول دولة عربية بعد دول الخليج، وزعت في المركز القومي ما يقارب 10,000 شتلة، وزارة الزراعة المصرية 5,000 شتلة. أيضا كانوا بعض المزارعين، كان لي الشرف الكبير أن يلتقي بالدكتور عادل عن طريق أحد المزارعين المصريين جزاه الله خير. فدخلنا الشاهي مزرعة الدكتور عادل، وجدت الشاهي موجود في مزرعة الدكتور عادل قبل ما أجيبه أنا. فسألته يا دكتور إيش الشتلة هذه؟ قال هذه أنا العام أخذتها من حدائق الأرمان أعتقد، وكان شتلة معهد المعرض الربيع. أي نعم، معرض الربيع. أي نعم.
لا دي بقى ليها قصه بقى. اه ده احنا هنرجع لها. ايه ايه بقى حكايه الشاتله دي يا دكتور؟ الشاتله دي كانت يعني في القصيص بتاعها. انا نزلت المعرض الحقيقه كنت بدور على الشاي الاخضر بالتحديد لان كنت زرعته من فتره وبعدين الفلاحين عندي شالوه كله. فنزلت المعرض ادور على شاي اخضر ما لقيتش غير شاتله واحده ضعيفه تعبانه قد كده بالظبط يعني عند واحده ست فاضله برضو بتبيع عسل وحاجات كده. فالمهم لما رحت لها قالت انا عندي اتنين، انت تاخد شاتله وانا شاتله فبتحبنا يعني. فراحت مدياني واحده خدتها في كيس صغير قد كده ونقلتها في قصيص كبير وسافرت ونسيتها. فهم راحوا جايين حطينا في وسط نباتات الزينة عندي. ففي نباتات زينة كتير تشبه الشاي الأخضر. صحيح ورقة الشاي الأخضر ده أنا نعرضها دلوقتي حالا. أيوة فلما جابها الأستاذ محمد العتيبة قلت له إيه ده شاي أخضر رقم واحد ولا ولا حاجة تانية؟ لا والله صنف مهجن اصل هو الشاي الاخضر اصناف كتيره جدا جدا يعني. فانا كنت عاوز اتاكد انه من افضل انواع الشاي الاخضر ولا لا، رغم ان انا شاريها كده بشكل. قال لي لا ده من اجود انواع الشاي الاخضر. فجاب القصيص قلت له بقى نبدا نعمل منه احتفاليه تمام عشان راس السنه بكره. راح مطلع لي من القصيص ده 200 شتله شاي من شتله واحده، من شتله واحده قد كده طلع منها 200. راح مطلع لي 200 وفتحنا القصيص لقينا الجذور ملفوفه حوالين بعضها بشكل كبير جدا. توحشت بقى خلاص، خد كل الجذور دي وكل جذر طلع منه شتله واثنين وثلاثه والقمه من ناميه طلع منها كميه شتلات. زرعناها امبارح يعني لسه امبارح زرعنا ان شاء الله، وانا بعتقد هتبقى فيها بركة كبيرة جدا. من شتلة واحدة طلع 200 هتيجي تصور انت بقى بإذن الله بعد شهر وهتشوف ده قد ايه. الهدف من القصة اللي احنا بنقولها النهاردة ان احنا دلوقتي عاوزين مصر يبقى عندها اكتفاء ذاتي. اكتفاء ذاتي، واحنا اكبر من اكبر الدول العالم استيرادا للشاي. صحيح. والشاي الاحمر هو الشاي الاخضر بس الاحمر متخمر. احنا عاوزين الشعب نفسه يتعود على انه يشرب شاي اخضر يكون زرعه في ارض مصر. لان ابوقراط ابو الطب يقول داو كل انسان بنباتات ارضه فهي اجلب لشفائه. فلما ازرع انا الشاي الاخضر في السعوديه في الارض السعوديه الشعب السعودي يشرب منه هيستفيد منه افاده غير عاديه، لان الارض دي اللي هو اتولد عليها ونشا عليها. ينفع اسال سؤال افتراضي؟ اتفضل. بناء على حضرتك بتقوله، هل الخصائص بتاعت الشاي الاخضر في السعوديه يعني او في اي دوله تختلف عن الدوله الثانيه من خلال التربه زي ما حضرتك ذكرت؟ انت ليك خلطه سريه كده انا عارفها انت بتعملها للتربه كمان. يعني بتخلي اي نبات يتزرع او اي محصول بيبقى فارق. واسالوني انا لان انا زرت المزرعه عند الدكتور عادل اكتر من مره. النظام هناك يختلف عن اي مزرعه ممكن حد تزورها يعني. وطبعا احنا دايما عاوزين كل المنتجات اللي حتى الشعب المصري ياخدها تبقى بايو او اورجانيك. اورجانيك يعني بايو اورجانيك. ففي حاجات كثيره جدا بتخلي النباتات تكبر وتزهر وتثمر وتكثر اكثر من الحاجات الاسمده المستورده. صحيح. يعني احنا بنستورد اسمده كثير جدا جدا وده بيغرق ميزانيه. بس مش هتقول لي سر الخلطه؟ طيب خليها بعد الهوا. لا هي خلطه بسيطه جدا، احنا ما عندناش اسرار. بالعكس احنا بنقول ده لكل الشعب عشان الناس كلها تبدا للاستفاده العامه. طبعا طبعا الخلطه بسيطه جدا، بنجيب حاجه اسمها الملاس العسل الاسود وخميره البيره مع زبل الحمام وبناخدهم نحطهم في برميل ونقفل عليه كويس يتخمر بقى. لحد ما يتخمر تماما. بعد ما يتخمر تماما بنروح واخدين من البرميل ده نكشفه ناخد لتر على 100 لتر ميه ما شاء الله. وغذي بيه اي نباتات عندك. سماد ببلاش يعني. سماد انا كده عرفت سر المانجا بقى اللي احنا كنا السنه اللي فاتت. وسر اليوسف لا مختلف غير عادي مختلف. لا انا هقول لك برده سر. طب قبل ما تقول لي السر الثاني هروح فورا للاستاذ محمد عشان نعرف منه ليه الشاي الاخضر. هل الشاي الاخضر له يعني اثر في بعض العلاجات
له تأثير في بعض العلاجات ولا لا، وهرجع لحضرتك تاني من خلال التجربة. تمام. احنا نتكلم من خلال العلم الدراسات. ممتاز. وهو يتكلم من خلال الواقع اللي جربه هو شخصيا. انا يهمني الواقع قوي كمان. طيب استاذ محمد، ليه الشاي الاخضر؟ ليه ما كانش حاجة تانية؟ انا فهمت ان الشاي الاخضر بالنسبه لك جاله عده اسباب. السبب الاول هو ارتباط عبد الله بيه رحمه الله عليه، ان هو زرعه معاك، فانت حبيت ان انت يعني ما زرعه بايده رحمه الله عليه يكون زي صدقه جاريه لي، ونسال الله ان يتقبل ذلك وان يجعله في ميزان حسناته وحسناتك. هل الشاي الاخضر ممكن ان يكون علاج لبعض الامراض؟ اول ما جبت الشاي الاخضر من عند الاخ مبارك العويني افادني انه هذا الشاي ينزل حصوه الكلى والحالب. الشاي الاخضر، اي نعم، هذا النوع. طبعا هذا النوع اسمه دراجون ويل الاسم العلمي. في نوع اكثر شعبيه منه اسمه تشينغ مينغ. بدأنا نزرع. اول ما كثرت طبعا تم اخذ 3 اعواد، محتاج وقت على اساس انك تكاثر. طبعا. فالحمد لله بدا يتكاثر يعني في مساحه تقريبا 3 متر في 4 متر تغطت كامل المساحه. بديت اشتري من المنطقه هذه احطها في مناطق ثانيه. اول ما شفت الكميه عندي كثير اطرقت المبادره. طبعا استخدموا ناس بفضل الله سبحانه وتعالى نزل حصوة الكلية والحال من غير أي مشاكل. على حسب نوع الحصوة دكتور، يعني الحصوة حين تكون ثقيلة كبيرة ممكن أو حجم يحتاج من 4 إلى 5 أيام على أساس تنزل. أحيانا يكون عندك نوع الحصوة عبارة عن رمل متجمع في الكلية، بيبدأ ينزل هذا من ثاني يوم. يعني أحد الأصدقاء معي في العمل اليوم الأول من استخدامه جاني بيدعي عليه. موجود المقطع فيديو. فاليوم الثاني جاني بيدعي قال الله يجزاك خير. طيب امس بتدعي علي. قال امس اكرمكم الله يعني تبولت الدم وشفت الموت اثناء خروج الحصوة. يقول هو عنده تكون الرمل شيء طبيعي. فيقول الحمد لله يعني بعد الاستخدام من ثاني يوم الحمد لله رجعت انسان طبيعي 100%. من ضمن الحملات اللي وزعتها قبل رمضان تقريبا اعتقد باسبوع رمضان الماضي عام 1440 منطقة الباحة خارج الطائف 200 كيلو. انا بلقى رسائل في السناب 700 رسالة 800 رسالة 900 رسالة. انا ما قفل خاص بالذات المزارعين. بحب اخدم الناس صحيح بتاخر على المفرد. بتجاوب على كل التساؤلات اللي ممكن يعني تتسألها. فالشاهد سبحان الله جاء إصبعي على هذا الرسالة بالذات. قال لي إنسان ست كبيرة في العمر. قالت يا ابني ممكن تعطيني موبايلك؟ أعطيني النمرة. قلت حاضر يا أمي. أرسلت لها النمرة اتصلت علي. قالت يا ابني أنا زي أمك. قلت كيف أخدمك يا أمي؟ أنا حاضر. قالت أنا تابع العمل هذا الخيري لوجه الله. والله العظيم دائما أدعي لك. وأنا أعلنت لوجه الله سبحانه وتعالى إنسان ترى بسيطة وعادية جدا يعني تقاعدي 3000 ريال سعودي. فتبرعت لوجه الله بطباعة مصحفين، واحد لك واحد لعبد الله رحمة الله عليه، مترجم باللغة غير العربية للاحتياجات الخاصة في الحرم المدينة. عبد الرحمن رحمة الله عليه كان بيدرس عبد الله إيه؟ عبد الله عفوا كان بيدرس طب. إيه كان بيدرس طب. نعم. رحمة الثانية طب سنة ثلاثين الحمد لله على عبد الله. الحمد لله. يعني هي السيدة لا يعني ما تعرفش عبد الله ولا متلتقيه ولكن لا ما تعرف هي تبعني في السناب جزاها الله خير سبحان الله. ف السعودية شغالة كلها على السناب شات الحمد لله يعني الحمد لله اللي قدرنا على هذا العمل. طيب انا هتوقف معك وهرجع لك تاني وارجو انك تتماسك يعني طبعا وتدعو لعبد الله بالرحمة. دكتور عادل الكلام اللي قاله استاذ محمد ان هو بيساعد في علاج الحصوات ونزول الحصوات، الشق العلمي بقى لهذا الموضوع، هل فعلا الشاي الاخضر من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعد في تفتيت الحصوات وانزال الحصوات، وهل لانه مدر للبول ممكن يكون هو ده السبب العلمي، ولو ده الجرعات اللي ممكن تتاخد تبقى نصيحه للناس دلوقتي تكون؟ طبعا الشاي الاخضر فيه سر خطير جدا كتير جدا من الناس ما تعرفوش، في ماده اسمها البوليفينول. الماده دي اصلا كنا بنستخدمها زمان عشان تخسيس الوزن. تخسيس الوزن يعني المادة دي كانت أحد فعاليتها في التخسيس يعني من 30 سنة كنت بحطها المواد اللي تحتوي على هذه المادة بحطها ضمن البرنامج الغذائي بتاعه. لا احنا اكتشفنا حاجة تانية أعجب وأفضل كمان،
انه بيحتوي على نسبه عاليه جدا من نسبه محترمه يعني من الكروم. والكروم ده واحد من اهم منظمات السكر في الدم. يعني ماده الكروم دي موجوده من الحاجات الغريبه موجوده في خميره البيره. ولقوا انها ليها تاثير رائع جدا في تخفيض وماده الكروم لوحدها لو اديتها لاي حد تخين هيخس. ماشي. فهي ليها قدره كبيره جدا على تنظيف الجسم من السموم، تطلع مع البول طبعا. وانت بتخس هتلاقي الكلى بتشتغل بكامل كفاءتها. انت كده بتعمل يعني ريفريش للجسم كله. الله ينور. النقطه الثانيه فيها المغنيسيوم. والمغنيسيوم ده واحد من اهم العناصر المفيده جدا اللي بيسحب الكالسيوم بدل ما يترسب تحت الجلد وفي العضلات وفي العظم وفي المفاصل ويعمل لنا خشونه في مفاصلنا وفي رقبتنا وفي عضلاتنا، يروح يوديه للعظم مباشره للاستفاده. ايوه. يعني هو الرفيق الصديق للكالسيوم. لو انت اكلت جبنه، الحليب، لبن، اي منتجات البان بدون ما تاخد مغنيسيوم معاه بنسبه كبيره جدا هيعمل لك احتباس سوائل في جسمك. لانه كالسيوم هيخزن ميه. هيخزن ميه. لو راح على العظم راح عن منطقة بعيدة تماما عن مناطق تخزين المية في جسم الإنسان، أو راح للمنطقة اللي أنا محتاج إن أنا أقويها واللي إحنا محتاجين ليها. أنت بتلاحظ مثلا بعض الناس لما تزيد نسبة المية في جسمهم يجي له استسقاء في بطنه، أو تجي له تلاقي رجليه ابتدت تورم. فالمغنيسيوم اللي داخل الشاي الأخضر واحد من اللي بيسحب الكالسيوم ويوديه لمكانه الطبيعي للعظم. هندخل على العنصر الثالث من العناصر الشاي الاخضر ريتش في بالزنك، غني بالزنك. والزنك كل البشر دلوقتي عارفه انه واحد من اسرار الضعف عند الرجال. صحيح. يعني واحد ومن اسرار الخصوبه عند النساء ايضا. يعني بيؤدي نقص الزنك الى نقص في خصوبه الرجال وخصوبه النساء. الثلاث عناصر دول مهمين جدا. احنا عاوزين دايما جسم الانسان يكون فيه توازن في المعادن والفيتامينات والاملاح. صحيح. اذا جسمك فيه هذا التوازن انت سليم من اي مرض. اذا انت تدعو الان وتؤيد هذه المبادره للاستاذ محمد. طبعا. والا وعايز افهم من حضرتك بقى يعني افضل طريقه ناخد بيها الشاي الاخضر، بس بعد ما اروح استاذ محمد تاني وهرجع لحضرتك، يعني هشربه شاي عادي ولا له طرق ممكن حضرتك تنصح بيها؟ ولكن هروح استاذ محمد وهرجع لحضرتك حالا. استاذ محمد مره ثانيه، انت بقى قمت بتوزيع كام الف شتله بتقول في الفتره اكثر من الفترة؟ اكثر من 70,000 شتله. 70,000 شتله الى الان. الحمد لله. الشتله الواحده ممكن في خلال قد ايه بيطلع منها شتلات ثانيه؟ على حسب الموسم. يعني في موسم الصيف اكثر انتشارا. طبعا بعطيك نبذه بسيطه عن الشاي الاخضر، طريقة انتشاره وزراعته كأنك تتعامل مع النعناع الطبيعي. حتى بطريقة القص. يعني هو بيتشعب زي النعناع. نعم. افقيا. نعم. فبيتكاثر بالذات في فصل الصيف بيتكاثر بكثرة. من ضمن الاخوان ايضا اللي كانوا داعمين لي هو اتوجه له بالشكر الجزيل الشيخ فايز القثامي. طبعا هذا ماخذ الاول عالميا في العسل السائل لعام 2019. قطرنا الشاي الاخضر. هو عنده محلات اسمها النحل الجوال. فقال احنا حناخذ المويه المقطره هذه وحنوزعها مجانا في محلاتي. قلنا جزاك الله خير. المويه المقطره اللي هي بتبقى اللي بنسميها احنا قطرات الندى الصباحيه. لا عمليه التقطير. التقطير ده عمليه بتتم في جهاز تقطير. جهاز تقطير ده في سوريا بيسموه كركة. وفي المعامل بتاع الصيدلة بيسموه جهاز تقطير. جهاز التقطير ده لما بتحط فيه اي نوع من انواع الاوراق او الاشجار في بيسحب المية بتاعتها. يطلع حاجتين، مية وزيت. زيت. الزيت يطفو. مثلا زيت الشاي. زيت الشاي ده لو كلمتك عن زيت الشاي كواحد من اهم علاجات الامراض الجلدية وامراض الشعر ومشاكل الشعر. دلوقتي اليابان بتصدر كميات رهيبه جدا. على فكره اكتر دوله في العالم عندها شاي اخضر اليابان. عشان كده مفيش حد فيهم تخين. ايوه. ونفس الوقت وفي الصين على فكره تروح اي مكان هتلاقي بيقدم لك الميه السخنه وبعديها على طول الشاي الاخضر. في الصين كامله.
عشان كده برضو ما عندهمش حد مريض بديل بالبدانة ولا بالكلى ولا ولا بالمفاصل ولا كده. ومعمرين يا دكتور. فهنا السر الخطير بقى في الشاي الأخضر ان هو واحد من اهم الحاجات اللي بتخلي الكلى تشتغل بكامل كفاءته. الكلى لو اشتغلت خلاص كده الدنيا اتظبطت في الجهاز الدوري. انت اذا ظبطت الفلاتر احنا قلنا فلاتر الجسم عندنا 5 فلاتر رئيسيه، الكلى والكبد والجهاز الهضمي الامعاء وبعدين الجلد. الجلد برضو الشاي الاخضر لو انت ضفت عليه شويه زنجبيل الله هيبقى تاثيره اكتر بكتير جدا في التخسيس. لانه بيزود البازل ميتابوليك ريت او التخسيس العرق معامل التعرق الاحتراق الداخلي. وبيزود سرعه التمثيل الغذائي عمليه الايد نفسها. فاحنا بننصح الناس اللي عاوزه تخسس خد بقى وصفات كده يا ريت انت ماشي بتجري كده. اذا خلطنا الشاي الاخضر مع شويه زنجبيل صغيرين هيخسس تخسيس جامد جدا جدا وخصوصا في الشتاء. اي لسه كنت اقول لك بقى الشتاء بنخس فيه اكتر ولا بنزيد فيه اكتر؟ بنزيد طبعا، بنزيد في الشتاء لان الناس حركتها بتقل في الشتاء وما بيمشيش وبينام بدري ويدخل البيت بدري يتلف تحت ما كل ما دفيت الجسم كل ما معدلات الاحتراق بتاعه بتقل طبعا. وبيتم التكوين دهون خصوصا بقى انك انت تاكل بقى قاعد في البيت ما بتعملش حاجه. طب الناس اللي بتروح الجيم مثلا؟ لا طبعا اللي بيروح الجيم ده بينجي نفسه. ليه؟ حجم العضلات كل بص قاعده لازم الناس كلها تعرفها، كلما زاد حجم العضلات كلما قلت الامراض. صحيح. العضلات دي هي المعمل الضخم جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله علشان يطلع كل سموم جسمك ويعيد بناء جسمك مره تانية. وتدريب الاثقال بالذات التدريبات الامنه للاثقال. خلي بالك من التدريبات الامنه. يعني ما اكونش انا اول ما اجي اتدرب اشيل وزن وانا واقف. لا وانا نايم على ظهري انا بقول للي عاوز يتدرب اول شهر خلي كل حاجه وانت بترفع اثقال او وانت نايم على ظهرك كل شيء. وبعد كده نبدا نقوي عضلات الظهر وبعدين نشتغل اذا نشتغل تمرينات واحنا واقفين. صحيح صحيح. فتقويه العضلات كل ما حجم العضله زاد كل ما معدل الاحتراق الداخلي زاد كل ما السكر انخفض كل ما الضغط قل لان الاوعيه والشرايين والاوعيه الدمويه بتبدا تكبر وتوسع فبتريح القلب. اكتشفوا اخر دراسه اتعملت ان تدريب الاثقال واحد من الحاجات اللي بتفيد عضله القلب بشكل مباشر. صحيح. ده عضله القلب بتبقى شغاله. يا سلام بقى لو احنا بنتدرب في الجيم نشرب بقى شاي اخضر وفي الشتاء نحط عليه شويه زنجبيل كويسين. ولو عاوزين نتقي البرد يبقى نحط معيارين شاي اخضر ومعيار ينسون. علشان اليانسون مهم جدا جدا واحد برضو من مضادات البرد. طبعا ده تومي فلو طبيعي. تومي فلو طبيعي. طيب استاذ محمد مره ثانيه بقى يعني في قد ايه ممكن يحصل عندي محصول من ورق الشاي؟ يعني لو قطعة أرض فدان مثلا بتبقى محتاجة كم شتلة وفي خلال قد إيه ممكن أجني منها ثمرات؟ مش ثمرات بمعنى ثمرات يعني أجني منها محصول. خلينا نعم. أنا قبل أتكلم لك عن قديش ونخش في التفاصيل الحمد لله يعني أنا زرعت أورجانيك عمري ما ضفت له أي سماد الكيماوي اللي هو الـ MBK سبب طبيعته فالحمد لله حلت فيه البركة من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. في هو يأثر عليه البرد الشديد بيأثر عليه بيقلل من نموه شوي. تمام. لكن باقي السنة إن شاء الله أول ما أحس بالدفء والأمور بيبدأ ينتشر بسرعة رهيبة جدا. يعني أقدر أقول من أنسب الشهور لزراعته أو من شهر 3 مثلا. أيوه. نعم. من مارس من ربيع مثلا. إذا حبيت تزرعه بكرة النهاردة امبارح يبقى لازم تعمل تدفئة. التدفئة دي الفلاحين عندنا أذكياء جدا. كانوا بيجيبوا القش ويحرقوه. لا مش يحرقوه. القش زي ما هو ويلفوا بيه واروح مغطي بيه على الشاي. يعني اذا انت عاوز تزرع شاي حتى في البلكونه مثلا حط الشاي الاخضر الشتله اللي انت هتحطها وغطيها بقش في الوقت ده وكل ما ترش على القش ميه هيخلي عمليه النطح تزيد والرطوبه في نفس الوقت
تبقى نبتة الشاي دافية وما يطلعش حواليها حشائش. آه أنت كده بتدفيها فبتساعد على نموها أكتر. بالظبط. طيب أستاذ محمد، إحنا بنشوف الشاي الأخضر دلوقتي عبارة عن باكيتات موجودة في السوبر ماركت، هل ده بنفس التأثير بتاع الشاي أو الورقة الخضراء لو أنا قطعتها زي ورقة النعناع؟ هو اللي بيتبخر من ورق الشاي المية فقط، لكن المادة الفعالة بتبقى في الورق نفسه. ولكن يعني بوجه أنا نصيحة لجميع محبين الشاي الأخضر بالذات الموجود في السوبر ماركتات، وال يعني قبل لا تشرب الشاي الأخضر اغسله بشوية ماء حارة وكبها مرة ثانية. اغسله بماء سخن لأنه لأنه بيجي عليه مواد حافظة بيجي عليه. وفي نفس الوقت بننصح نصيحة، ما تشربش الشاي الأخضر في باكت. فوق الباكت. فوق الباكت وحطه علشان تحتفظ بكل الخواص العلاجيه والمفيده ليه. ادرك يعني دي نصيحتك مش في الشاي الاخضر بس، ده في كل الباكيتات، في كل انواع الباكيتات. شيل حتى في دبوس احيانا يكون من الالومنيوم في باكيت الشاي، في باكيت اي باكيتات، اذا لقيت الدبوس ده ما تحطهوش برده فما سخنه، لانه يعمل لك تسمم بالالومنيوم طبعا، وده شيء خطير. جميل جدا النصيحه دي. طيب يعني نصيحتك دايما ان انا اجيب الباكيت افتحه زي الدكتور عادل ما قال واغسله الاول وبعد كده احط الماء السخنه بتاعته. لكن بالنسبه اللي عندنا احنا بنوزع ورق اخضر طبيعي على طول. تمام. او حتى اذا نشفته انا بنشفه بدون اي اضافات او مواد حافظه. يعني يفضل محتفظ بالخصائص بتاعته. اي نعم. فبوزع للمناطق البعيده بالذات، يعني السعوديه ما شاء الله شبه قاره. طيب لو انا سالتك عن حالات بالفعل استجابت للعلاج الخاص بالشاي الاخضر لو اعتبرناه علاج، يعني او على الاقل كان الشاي الاخضر بالنسبه لها بمثابه يعني دواء سريع المفعول، هل لديك بعض الحالات؟ اي نعم. وانا جاك الان في الطريق احد الاخوان ارسل لي، طبعا هو الظاهر قريب له ابن اخته او يعني من جماعته الخاصين، فارسل لي على الواتس الحالة هذه موجودة عندي بعض الحالات. يعني في رمضان جاني أحد المقيمين المصريين يعمل سائق في السعودية، قال لي أنا رسلوا لي لك أهل الخير وعندي سبعة عندي حصوات وعندي حيركبوا لي دعامات. قلت له، كان متخوف من استخدام الشاي الأخضر أنه فيه مشاكل زي بعض الأعشاب اللي عندك. قلت يا أخي هذا أول شيء شاي أخضر بطبيعته، يعني إذا ما نفعك ما راح يضرك بعد إرادة الله سبحانه وتعالى. فاستخدم الشاي، بعد يومين نزلت الحصوة الأولى. كلمني قال أنا تعبت وجاني مغص ونزلت عندي حصوة. قلت استمر على الشاي الأخضر لغاية ما نشوف، خلينا نشوف آخر يعني. فجاني بعد تقريبا 10 أيام قال الحمد لله نزل مني 7 حصوات، وراح عمل أشعة سونار. كان مسكين برضه محتاج أنه يركب دعامات فأعتقد في الحالب. سأله الدكتور قال له أنت فين نزلت الحصوات؟ قال والله نزلت من ربنا. قال ازاي يعني؟ قال والله استخدمت شاي كذا نوعيته كذا كذا والحمد لله نزلت. قال له يا ابني انت مش محتاج انك حتى تركب دعامات. قال هذا الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب بقى حتى بقى فنيه نعلم الناس بيها اصول اختيار الشاي. احنا بنقول دايما مبادرتنا ان احنا عاوزين الناس تزرع في بيوتها، في البلكونه، في الشباك، على السطح، في اي مكان متاح انك انت تزرع دواك ازرع دواك. يعني احنا عاوزين نسميها مبادره ازرع دواك. اجمل حاجه، اجمل وافضل جزء في الشاي الاخضر تعرف فين؟ في الاوراق. ايوه نعم. فين في الاوراق؟ تقول لي في الشعيرات بتاعته. لا، افضل حاجه في الشاي الاخضر الثلاث ورقات اللي فوق، القمم النام الجديد. ايوه ده بيسموه الرويال تي. الرويال ملك الشاي تي او ملك أو ده بقى اللي لما تروح بريطانيا كده يقول له انا عاوز رويال تي، يروح مدي لك الثلاث ورقات اللي فوق. الثلاث ورقات اللي فوق دول كل المواد الفعاله بتكون فيهم بشكل غير عادي وشكل رائع جدا، وتاثيرهم اكتر من تاثير اي جزء اخر. طب سؤالي اللي سالته لك قبل ما اروح، ايوه لازم، ايوه ازاي استخدام بقى؟ ايه افضل طريقه كل للتناول اللي تجيب معايا فعاليه؟ كل ما كانت الورقه رقيقه تتحط في ماء مغليه بس هتدي لك كل الحاجات اللي انت عاوزها. تمام ماشي. طب لما ننزل بقى على الورق اللي تحت، يبقى نحطه في ماء مغليه ونسيبه يغلي على نار هاديه
لمدة دقيقتين كل ما كان الورقة من تحت عشان اخد المواد الفعالة فمحتاجة درجة حرارة لازم احطه على نار هادية لو خدت الاوراق اللي تحت خالص احطه على نار هادية لمدة 3 دقايق يعني احطه الاول في مية مغلية ولازم يتفرك علشان اخد كل اللي الزيوت اللي في فيه في الاوراق ولازم يتغطى عليه لمدة من ربع ساعة لعشرين دقيقة. انت حضرتك قلت دلوقتي حاجة مهمة جدا يا دكتور ان انا بفرك الورقة يعني معنى كده ان الورقة ما تبقاش خضرة قوي لازم تبقى مثلا ناشفة شوية؟ هو سواء خضرة او ناشفة المواد الفعالة اللي فيها زي ما هي زي ما قال ابو عبد الله من شوية هي الورقة محتوياتها واحدة ولكن اول ما المية بتروح منها بتروح منها بتنزلها في المياه بتسترد المياه بتاعتها مرة ثانية لكن احنا بنقول فتت الورقة ليه بفتت الورقة علشان المواد الفعالة ربنا عامل لكل ورقة غلاف زي البلاستيك كده صحيح بتبقى طبقة شفافة قوي رقيقة جدا جدا صحيح فدي عشان تحمي الورقة نفسها من الفطريات ومن الديدان ومن الحشرات وسيلة سبحان الله سبحان الله فانا لما بكسر ده باخد المواد الفعاله اللي تحت الطبقه دي الورقه نفسها اللي تحت الطبقه دي وده فن استخدام الاعشاب طب لو انا نقعت الورق مثلا من بالليل في ميه وفيها جزء من الجنزبيل وجزء من اليانسون والكلام ده هل ممكن ميه عاديه فتره ممكن تاني يوم في الصباح اخد فايده الشاي الاخضر ولا لازم مع الغليان ده اذا استخدمت الشاي الاخضر كديتوكس مثلا حلو ايوه الله ينور عليك اذا استخدمناه على المية العادية منقوع مفروك ومنقوع يبقى هنا بناخد مضاد الأكسدة خلي بالك في حاجات علاجية تقدر تستخدمها وفي حاجات مضادات وحاجات مضادات تمام تمام طيب إذا أنا تقدر تخليه مضاد حيوي كمان يعني إذا ضفت على الشاي الأخضر شوية كركم صغيرين وشوية فلفل أسود صغيرين أصبح مضاد حيوي قوي جدا جدا الجراثيم والميكروبات اللي جوانا ما تعرفوش ده الشاي الاخضر احنا بنزود الشاي الاخضر ده اللي عايز يخس بس بيشرب شاي اخضر تقدر تقدر تحوله لمضاد حيوي طبيعي وارخص وافضل مضاد حيوي الجراثيم ما قريتهوش قبل كده ما عرفتهوش انك تجيب الشاي الاخضر ده شيء ونحط معاه شويه كركم صغيرين وشعره فلفل اسود لان الفلفل الاسود بيؤدي لسرعة امتصاص الكركم مع الشاي الاخضر هيبقى احنا خدنا جرعة مضاد حيوي طبيعي على فكرة الشاي الاخضر اذا حطينا معاه شوية نعناع شاي بالنعناع شاي فاكر عادل امام والورقتين زي بعض شاي بالياسمين عادل امام يقول لك شاي عبقرية من عادل امام دي على فكرة مش كده يقول لك شاي بالياسمين شاي بالنعناع تشرب شاي بالليمون كل اضافة على الشاي الاخضر هتعالج حاجة يعني لما يكون واحد عنده غازات وانتفاخات ومشاكل في الجهاز الهضمي ياخد الشاي الاخضر ومعاه شوية نعناع ورقتين نعناع في الوقت ده هيخلي يظبط له الغازات والانتفاخات ويريح له الجهاز الهضمي طب لو خد الشاي الاخضر ومعاه شوية روزميري روزميري بدلوا مذاقه يبقى تجنب الامساك تماما يعني في الوقت ده هيروح مدي لك تأثير تاني خالص انه بينظف الجهاز الهضمي بيبقى ليه تأثير بينظف الجهاز الهضمي والنقطة الاغرب بقى لو حطيت عليه شوية عسل بقى وما عندكش سكر ولا عندك حاجة هيرفع لك الحالة النفسية شاي بالروزميري شاي اخضر بالروزميري الروزميري ده لوحده هيرفع لك الحالة النفسية معتبر بيخليك تمشي تغني يعني احنا مش عايزين ننهي الحلقة على فكرة انت يعني عايز تاني الحلقه بعد الكلام الجميل انت سامعه ده والله الدكتور عادل نورنا بمعلومات قيمه جدا مشاكرين له الشيء هذا الله يجزاه الجنه طيب الجديد بتاعك ايه بقى في المبادره او انت عايز تكون فين بكره والله نفسي اوصل لجميع الوطن العربي طبعا انا بديت بجهود شخصيه جهود جدا بسيطه فرديه انت كشخص صحيح يعني صحيح. حتى بعض المتابعين بس انت خلاص وصلت طبعا يعني للقيمه والقامه الدكتور عادل الحمد لله الله يجزاك في حاجات كتير هتتيسر فيما بعد خلي بالك انا زي مش مقتنع 100% دي مبادره شريفه جدا الدكتور عادل مش بيتدخل الا لما يكون مقتنع بالشيء اللي بيتم عرضه انا بقول لك حاجه استاذ هاني يعني قبل شهر كنت في البحرين برعاية الشيخ مرام الخليفة والشيخ عيسى أو عفوا الشيخ هشام الخليفة
هم اللي كانوا متبنين المبادرة في البحرين. فقابلت أحد الأخوان صاحب نادي الشاي. نادي الشاي هذا يعني محل جدا كبير ومحل عالمي وموجودة الفروع في جميع العالم في السعودية وخارج السعودية. قال إيش رأيك نعمل الخط إنتاج ونعمل يكون لك بزنس يكون. قلت بالنسبة لي أنا ما أحتاج أي بزنس. أنت وهبت أي لأنه كلمة طلعت مني خلاص أنا لن أتراجع فيها نهائيا. فقلت قال لا يعني بس حق التكلفة. قلت إذا فيه أشياء حق التكلفة أو شيء ممكن نستثمرها في بناء مساجد، جمعيات خيرية، تحفيظ قرآن، رعاية أيتام، مستشفيات، يعني يكون مردودها لهذه الجهات اللي هي فعلا حيكون فيها عمل إنساني ثاني. لكن أنا شخصيا ما أحتاج. والله وأنا بحييك طبعا الحمد لله. وعلى ذي المبادرة. ويمكن ابنك عبدالله النهاردة كان له نصيب من الرحمات الكثيرة التي يعني الحمد لله نالها اليوم هو وأبناء عمه طبعا رحمة الله عليهم جميعا. اللهم حلقة جميلة، مبادرة أجمل، ضيوف ما أجمل يعني وما أروع. عندي إضافة بسيطة. تفضل تفضل اللي منكتم. طبعا أنا توجه بالشكر الجزيل في المقام للدكتور عادل جزاه الله خير، وتوجه بالشكر الجزيل لأختنا الفاضلة في مركز البحوث المصرية البروفيسورة منال محمد رمضان رئيسة قسم كيمياء مكسبة الطعام الروائح. كان له فضل بعد الله سبحانه وتعالى. الآن عندنا بحث علمي موجود في مصر وإن شاء الله حنحصل على نتائج علمية بحثة لفوائد الشاي الأخضر اللي هي مبادرتي أنا نفس هذا النوع، وبإذن الله حيكون من أرض مصر بإذن الله. نتمنى ذلك طبعا ونتمنى التوفيق ليك. نتمنى هذه المبادرة لأن دي أنا بعتقد هي مبادرة قومية، لأن هتخفف حتى عن كاهل المواطنين المشروبات اللي بيشتروها كتير صحيح صحيح الحاجات اللي بنستوردها والكلام ده. يعني احنا دلوقتي بنفكر في نهضة حقيقية، فده واحد اعتقد من لا دكتور ده حضرتك انت تؤمر دكتور عادل، واحنا نتبنى طبعا هذا الامر طبعا جدا ونعدك بتبنيه والاستمرار فيه ان شاء الله باذن الله. وانت برضو دكتور لازم تكون معانا في الفتره اللي جايه بشكل قوي بالذات في الشتاء بقى وامراض الشتاء والوقايه من امراض الشتاء وكل الكلام ده، لان ناس كتير عندها تساؤلات كتير فمحتاجين نجاوبها. اتفضل نديهم وصفه كده يا ريت قبل ما نمشي. طبعا هي جامعه ميريلاند بتوصي باثنين لثلاث اكواب شاي اخضر في اليوم للناس اللي عاوزة جهاز المناعة عندها يشتغل بشكل كويس. ممتاز. ده توصية خاصة من جامعة ميريلاند. احنا بقى بنقول في الشتاء إذا أنت عاوز تتقي البرد بتاع الشتاء فبننصح بالشاي الأخضر مع قشر الليمون. الليمون شرايح يتحط فيه نعملها شرايح رقيقة جدا. أنا بعمله ديتوكس حضرتك. أيوة ونحطه مع الشاي الأخضر. واحد من أهم منقيات الدم صحيح. وفي نفس الوقت هيساعد في تخسيس الوزن وهيسد الشهية وهيخسس كمان وما بيجيبش برد بشكرك دكتور عادل عبد العال رائد الطب البديل طبعا والخبير العالمي والدولي. شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده. واشكر ضيفي العزيز ايضا من المملكه العربيه السعوديه الاخ العزيز محمد العتيبي. شكرا جزيلا لوجودك. وايضا اشكر مشاهدينا على حسن المتابعه. دي كانت حلقه بدايه السنه الجديده 2020، حبينا نبدا معاكم بامل بتفاؤل. لا تدري عزيزي المشاهد أن هذه الحلقة يمكن أن تبعث الأمل لناس كتير جدا كانوا يعانوا مثلا من الحصوات وغيرها من الأمراض التي يمكن أن يكون الشاي الأخضر سبب في علاج هذه الحصوات. ولا تحقرن من المعروف شيئا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وخلينا نقول اللي ممكن يكون غير اهتمام حضرتك ممكن يكون أهم اهتمامات الغير. لذلك أرجو نشر هذه الثقافة، نشر هذه المبادرة لما تحويها من أهمية، وكما ذكرت لحضراتكم هي إنسانية في المقام الأول، ثانيا هي طبية وأيضا زراعية. دمتم في أمان الله. يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من الطريق الثالث الأربعاء القادم في مثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذا هاني الدبان يحييكم. إلى اللقاء.